صباح الخير. اليوم هو 4/12/2016 الساعة 6 الصبح هسه. من ساعة 4 اجانا باص اخذني من الفندق من مدينة كوسكو ورايحين باتجاه ماتشو بيتشو. ف ترين تيكتس تو ماتشو بيتشو. صار لنا ساعتين بالطريق هسه، جينا بالباص وهسه احنا ايضا في قرية بالوادي اسمها أولان تاي تامبو. هنا أنا محطة القطار. إذن هسه بالستة تقريبا هذا هو قطار اللي يصعد الماتشو بيتشو، طريق ساعتين من هنا. مثل ما قلت هاي المدينة هسه اسمها صعب كلش، يعني صعب كلش مدى اتذكره. هسه احاول القى فد ورقة فشي زين. أولان تاي تامبو تحرك الان الانكا تريل، قطار الانكا ريل تحرك قطار الانكا باتجاه ماتشو بيتشو. قطار صغير هوني تقريبا 3 عربات فيه بس. أنا على القطار الثاني إن شاء الله بالـ7:30. هسه هذا طلع أبو 6:15. إن شاء الله تكون جولة حلوة أكيد، لأنه ماتشو بيتشو هي النقطة الأشهر بقيرة السياحة. إذن هذه الجبال المحيطة ب أولان تايا تامبو في جنوب الشرقي من بيرو، محطة قطار الأمازون، محطة قطار ماتشو بيتشو يروح إلى ماتشو بيتشو. هذه هي المحلات التذكارات. هذا هو القطار اللي راح يودينا إلى ماتشو بيتشو. الساعة هسه 7:15 اليوم الأحد 4/12/2016. محمد الزبيدي هذا هو قطارنا كايان تامبو، مدينة كايان تامبو. 7:30 تحرك القطار هسه انكريل. هاي القطار ما بين أولان تاي تامبو الى اوغس فيانتيز. دول قاموا يغنون هنا، خلينا نصورهم. دمجوا الجماعة بالأغاني. أستراليا. نايس. كيتي. نايس تو ميت يو. هذا هو الطريق الوادي والجبال. سبحان الله، يعني منظر خرافي هنا، الغيوم ويا الجبل. هناك نفس الشيء. بعدنا بالقطار هنا كيت من أستريا. كيتي ويوس يوسو من البرازيل ويانا بالمكان. يوسو فد منطقة رهيبة. دولة محبابين بالقطار. مدرجات بديعة. شارع ضيق جدا، جبل يبين بصعوبة لأن الوادي كله ضباب. احنا هسه فوق الغيم. احنا هسه باتجاه ماتشو بيتشو، المطر قوي
والجو ضباب جدا. إن شاء الله نقدر نشوف القمة لأنه يعني هاي فرصة ما تكرر هواي بالعمر، وهي رقم واحد في بيرو، ومن الأشياء يعني نقاط السياحة الكبرى بالعالم. هذا هو الدليل مالتنا أبو الأحمر، ده ينتظر بعض ناس حتى نصعد، وإن شاء الله نقدر نشوف. هسه لازم نصعد بعد ماشي ونشوف وراها وين نقدر نسوي. أنا إن شاء الله راح أبقى هنا 4 ساعات. محمد الزبيدي، مدخل ماتشو بيتشو، 4/12/2016.